مسألة تلاحظ وللأسف تقطيع الأراضي الزراعية وتحويلها إلى شنو؟ إلى دور سكن أو مناطق سكنية. طبعا من حيث الحكم الشرعي لهذه القضية لا يجوز. ليش؟ لأنه لا يجوز التصرف بالمال العام إلا وفق الضوابط والسياقات القانونية. الضوابط والسياقات القانونية تقول هذه أراضي الجنس زراعية، بالتالي لا يحق له التصرف بهذا المال بالمال العام خارج السياقات القانونية. نعم، إذا كان الطاب ملك صرف جاز له تقطيعها كيف شاء، كيف اتفق، شنو اللي يريده، ماكو مشكلة كونها ملك عام. أما كونها ملك خاص، أما الملك العام فلا يجوز التصرف فيه خارج السياقات وضابط القانونية.